برسودان بالليل. انا هقوم اقتبس حاجات كتير عشان اقوم ارضي بورسودان واهل بورسودان. عايز الناس تتامل معايا شويه كده. نحن هسه في اتنين صينيه جميله جدا في بورسودان، فشوف جمال المنطقه وشوف شوف حاجات كثيره. انا لو جيت اتكلم عن نفسي عشان اوثق لنفسي هنا في الحته دي، لانه ده يكون شرف كبير لي. انا يوسف البربري، فنان شاعر ملحن. الاغنيه الشعبيه اثرتني شديد، فجيت لقيت هنا في بورسودان يعني شباب ما شاء الله عليهم حافظين حقيبه وتراث شعبي بطريقه غريبه جدا. انا مع بورسودان ده المهرجان الثالث انا اشارك فيه. فكل مره يا اخوانا زي ما قلت لكم بجي بلقى المهرجان شكله ثاني وشكل غريب وشكل جميل. بحكي لك رواد انسان بورسودان. يعني انا ما اعرف حقول لكم شنو ولا حقول شنو، لكن بجد بورسودان منطقه خرافيه خياليه. احتمال الناس يقول يا اخي البربري ده بكسر ثلج، لكن بورسودان جميله. اكسر ثلج، اكسر لوح، اكسر مصنع. بورسودان بلد جميله جدا، وما شاء الله على مستوى العمران، مستوى الشباب، مستوى الناس، مستوى فهم الناس، حتى الريد من الناس ما طبيعية. عليك الله كده كده الكاميرا ما تنزل لنا تحت شوية وتعال لنا هنا. يا سلام يا فكتر خيركم، وإن شاء الله نتعلم منكم الريادة كده، ونريد نريد سوداننا. سوداننا محتاج للريادة يا أخوانا. إن شاء الله أهل بورسودان يهدوا فينا كلنا، ونقوم نريد بعض بالطريقة بتاعت بورسودان. يلا ندندن ندندن في بورسودان، ندندن بواحدة من الأعمال الخاصة اللي هي زمن رجوعك فات وعدى، زمن رجوعك فات وعدى. أنا تاني ما بندم عليك، ما ولا راح عهد المودة. زمن رجوعك فات وعدى، كنت بفخر بحياتي، كنت واهب عمري ليك. زمن رجوعك فات وعدى، وما بخلت انا في المحبة، حياتي كان فدا لعينيك. زمن رجوعك فات وعدى، في كل يوم زايد القسى، وانا قلبي يغلمني ويجيك. جاي ليه ندمان ليه، ما الحصل كان بيديك. زمن رجوعك فات وعدى، زمن رجوعك. يا سلام يا ممكن يا اخوانا الواحد يقوم يجي وقتنا في بورسودان. يا ريت لو كانت بورسودان قريبه من الخرطوم، قريبه من اعمالنا وقريبه من حياتنا، صدقوني كان حاجينا عيشنا في بورسودان بشكل تاني. ما في تاني حاجة اسم الناس عايزة تمرق برا السودان عشان تقصد السياحة، او تقصد انها تقوم تطلع برا السودان عشان تتنزه او كلام زي ده. بالعكس، هنا جوا السودان في مدينة بورسودان، ونحن بكرة ان شاء الله هنمشي نتفرج، هنشوف منطقة الكويت، وحنمشي شاليهات هنشوف بورسودان بشكل تاني، هنشوف حاجاتنا نحن،
حاجتنا نحن اخواننا لقلوبنا ولا تفاح الناس. تعالوا شوفوا بورسودان بقى الجنة ومحتاجة لكله كله قريش يا اخواننا حقنا نحن في السودان. فرد يكون قاعد حقنا هنا ما نمرق نمرق بيه برا. تعالوا شوفوا بورسودان بقى جميلة كيف. شوف اروح معنا عازمكم الكورنيش نمشي نشوف الكورنيش وش يلا كم. اقطع عليكم التأمل بالكلام ولا خليكم معي خليكم معي تتفرجوا وتشوفوا جمال الدنيا في بورسودان ولا كيف. تخيلوا الجمال ده إلى صوت البحر الأنوار الكرين البرفع الصومعة اليخوت الواقفة عالم يا أخوانا عالم ثاني. يا سلام سامعين معي أو صوت الموج بنادي مع إن أنا ما بعرف أقول يقولوا الماء شاف البحر دخلوا الترعة. نحن لنا استضيافة بورسودان نتمتع في برنامجنا والبحر يعني برنامجنا والبحر برنامج بجد أضاف لكل زول سجل فيه أضاف لهم الكثير والكثير. كيف؟ فرصة انك انت بقيت جنب البحر الاحمر وتوسغ لنفسك شيء دي فرصة ما سهلة وما بلقى اي زول. انا من هنا بحيي الاصطاف العامل كله في قناة ولاية البحر الاحمر من هنا انا بحييكم بجد لانه الاضافة اللي انت ضفتها لاي زول يوقف هنا جنب البحر وسجل مذكر حيكون ممنون لكم شديد. ليه؟ لانه دي اضافة وتوثيق حيقعد عبر الزمن يعني كل ما زول يخش اليوتيوب او زول يخش يرجع لذاكرة القناة حيلقى انه هم وثق له بشكل خرافي شكل ما كان حيلقاه في اي حتة ما يتلاقي الا هنا في بورسودان. فانا بشكر الادارة كلها بجد ربنا يوفقكم كمان وكمان. ما عارف اقول شنو بلد جميل بكل المعاني. يكفي 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 بجد صوت الموية على صوت البوابير
يعني السنة اللي فاتت انا غنيت في استاد برشلونة والناس كانت بعيدة مني، فكان شكل الغنى شكل تاني، لان احنا اخواننا بجد انا واحد من الناس لو ما لقيت الجمهور قريب مني بتعب، بحس ان انا واحد منهم. لما اطلع المسرح الناس بيقولوا بعض مرات يا اخي البربري ده صوته زي صوت العادم المشروط، ابدا والله. لما اكون قريب من الناس والقى الناس بنداح معاهم بنسى انه انا مثلا جيت اغني وبكون عايز اطلع من فوق لطوري وبحب اتفاعل مع اي زول. يا اخوانا احنا بسيطين، وما زلت بقولها يا اخوانا نحن والله ما عرب، نحن افارقه مخلوطين، والخليط يا اخوانا بيشيل صفات ده وصفات ده. نحن شلنا الكرم من العرب، الحاجه الجميله قعدت فينا من من افريقيتنا انه نحن الحنيه ال ال الايغاع البسيط اللحن البسيط يا اخواننا بيسرنا وبيحركنا وبخلينا ما ملك نفسنا، خلينا ملك الناس. واي زول سوداني يا اخواننا ارجعوا له وهبشوا لما يسمع ايغاع السيره او الدلوك او شنو او شنو، فبجد حتى لو هو مر بامر المواقف تلقاه سنه بقت بيضه وفجاه من غير ما يشعر تلقاه يبتدى يعرض معاك ويتونس ويضحك. فبجد انا لما نلقى جمهور يا اخوانا بطلع عالم تاني، بطلع عالم تاني ما فيه الا انا والنازل، بحس انه النازل انه انا واحد منهم، وانه وقوفي معهم بحس بانهم هم بشجعوا فيني، ناهيك من اي حاجه تاني بحس ان انا حته منهم. الناس ما تعيب علي حته انه يا اخي البربري ده جنو رئيس البربري. البربري يا اخوانا زي ما قلت لكم زول بسيط بحب يبتهج مع سيد المناسبه او مع الجمهور او مع ده بكامل حاجات، يعني ما بحب انقص حاجه، ما بحب اكلف نفسي، ما بحب بالعكس بخليها بطبيعتها وبركب على الله يا اخواننا ما بتعرف. احنا كل مره بنمشي خطوه لقدام، يعني بعد شويه لو لقيتونا في جده ما تستغربوا ليه، لانه يا اخوانا كل خطوه بتحس انك عايز تمد خطوه ثانيه، وبتحس انه انت في امان، في حياه، في حاجه ما طبيعيه. البحر بشدك، المنظر لو عينا هناك عين البواخر في بخرة قاعد تشحن، ده يخت جميل جدا واقف، حاجات 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 بتقوم شنو بتوصلك مرحلة. انتوا معايا يا اخواننا متابعين؟ يا سلام. أنا ما قلت لكم كل مرة البحر بشد أنا خطوة لقدام، شوفوا ده المرسى اللي قدامي طواني، يا ريت لو كانت الفرقة كلها يا ربي كانت معي هنا. طبعا يا اخوانا أنا بحب فرقتي شديد، فرقة الديامة يا اخوانا فرقة نشأت في منطقة الديم، ابتدت بفكرة، فكرة كانت بتاعت أخو عمر سامبا، أنا بحييه من هنا. الفرقة ابتدت تكوينها ابتدت في نادي العالمين، وكانت عبارة عن نواة صغيرة، والحمد لله ياسي كبرت بقت بفهم إنه تكون مدرسة كبيرة جدا لتطوير الأغنية الشعبية.
لما كانت فرقه بسيطه اتقسمت، بقت هسه عاملين مش اتقسمت، بقول بقينا فرقتين، فرقه فيها بقيادتها انا، والفرقه الثانيه بقياده اخونا الفنان احمد محمد احمد عوض. الحاجه اللي عايز اقولها للناس انه احنا كل ما هنتطور، كل ما بنحس انه نحن بنرفع راس اهلنا وبنعكس شكل روايه اهلنا لنا، يعني احنا بنخش بيوت ناس بنخشها بشكل اهلنا وبروايتنا، بعد ذاك بنقوم نحكي التطور بتاعنا، التطور بتاع الاغنيه الشعبيه اللي احنا بنشتغل فيه، وكيف بنغني فيه، وكيف بنخش بيوت الافراح، كيف لكل مقام مقال في كل حته احنا بنعكس تطور معين او شكل معين. بيشاركني في الحاجه دي اخوي غيصر. طبعا غيصر الناس ما حتعرفه الا اقول للناس كيتا، فكيتا اخوي، وكل الفرقه طبعا اخواني، اخواني الصغار الزغاوي، قمز، مصعب هبار، خليفه، قرقر، دقنك، شادي، عبد المغيث، محمد شمس، عثمان محمد احمد عوض. دي 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 الفرقه. وعندنا اثنين من الطيور المهاجره اللي هو غادرونا هسه، مصعب البيلي ومرغني، ربنا يوفقهم في حياتهم العمليه ان شاء الله، يختاروا وسافروا برا البلد، ربنا يخلون سفر علينا قبل كل شيء. تطور الفرقه ابتدى من كل سنه، نحن بنتطور، بنزيد في اغاني، بنجيب اغاني جديده، بنحاول نرجع للاغاني بتاعت التراث، الناس لسه ما هبشتها او ما ظاهره للعلن. يتغنى طبعا، احنا ما هنقدر نجيد اكثر من السياده او الناس اللي غنوها، لانه احنا كذابين لو قلنا نحن هنغنيها زيهم او شنو، لكن بننفض عنا الغبار، نحاول نطلعها، نحاول نكسبها بشكلنا نحن ونغنيها. في ناس في ناس بيقبلوها، في ناس ما اصلا ما بيقبلوها، وفي ناس بيقول لك احتمال، بس نحن مع ناس الاحتمال ديل ومع الناس اللي حيقبلوها بنحاول نطور الاغنيه الشعبيه. ابتدينا هسه نجيب نتعامل مع شعراء، لانه يا اخواننا قصه انه فن الغناء الشعبي ينتهي دي نحن ما معاه، فابتدينا نتعامل مع شعراء مثل عبد عجيب، ادهم سليم، استاذ مدني النخلي، استاذ امجد حمزه، بنتنا اسراء طاشين وزوبه طاشين. ابتدينا نجيب اغاني جديده، وبجد يعني هسه نزلنا قرابه ال 15 عمل جديد، كلهم الحانهم شعبيه، كلام قريب من القلب، بنفس المستوى او بنفس الفهم القديم، بس شويه بتاعت معالجه بتاعت كلمات، والحمد لله. يعني اذا من رجوعك فات وعدى، غلطان انا والظروف جمعتنا وخلتني بيك ملهوف، اعمال كثيره جميله شديد، ان شاء الله تنال رضاكم. وبنوعي الناس بورسودان، يعني احنا زي ما كانت ضربه البدايه من هنا من بورسودان، وسغنا حياتنا هنا في بورسودان، نحن بنوعدهم ان شاء الله اول بس لاغانينا الجديده هتكون من هنا من بورسودان، ونحن نمشي لقدام. من الدوحة ايدو عاد بابو الجفا مملوخة ولي معالي الجهور موس مجلوخة الله يا ليلة
الفنان يزبل بدري طباخ لما شاور معجيبه انا اقول لك انا طبعا طباخ والطباخ بفتخر بالحاجه دي انا طباخ لكن شكلك جزار احنا ما فضلتنا قاعد يمسك الطماطم كده بيده طيب عشان ما يقدر والله طيب عينكم بارده دي يا اخوانا سلطه شنو دي لما تكون عندك شيء